مساكم الله بالخير جميعا، يعطيكم العافية. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم صراحة، وهو استباقا لما سيحدث في الموسم القادم. لكن قبلها بس أحب أنوه بشكل بسيط بشكل سريع جدا عن اليوم مباراة المتعة، العشاق جميعا مع موعد جميل جدا في مباراة برشلونة وليفربول، بين تشجيع والعاطفة الجياشة تجاه محمد صلاح وعراقة ليفربول، وكذلك تجاه أسطورية ميسي وجمال ورقي أداء برشلونة. نتكلم هذه المباراة إن شاء الله أن الجميع يستمتع فيها وتكون شيء راقي يعكس جمال كرة القدم. فبالتالي إحنا جمال كرة القدم نعكسه على واقعنا المرير الموجود عندنا هنا في الكويت. أيضا نكمل اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم، إحنا شنو نبي منك الموسم اللي قادم؟ من سابع المستحيلات تخيل أن فريق يبعد للموسم القادم ما يدري كم محترف يتسجل في الموسم القادم. طيب اتعاقد مع منو؟ أنطر لي متى؟ متى سيخرج القرار؟ متى سيجتمع الاتحاد؟ متى ستكون في جمعية عمومية؟ طيب أنا أتعاقد مع 4 ولا 5 ولا 3 ولا منو؟ لا يعني إحنا من الله محترفين على قدهم. فتخيل أنك تبي تتعاقد مع محترف متأخراً، يعني راح توصل إلى أدنى درجات الاحتراف، يعني لا طبنا ولا غدا الشر، راح نشوف لاعبين المحليين أفضل منهم لكنهم محترفين ويأخذون مبالغ ويصرف عليهم، وبالتالي النتيجة على الدوري على اللاعبين على الأندية لا شيء. الغريب الأمر أن الأندية اللي مو عارفة تشتغل بسبب قرارات الاتحاد هي نفسها الأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد. هذيل أعضاء الجمعية العمومية تخيل أن لا زالوا ساكتين وينطرون يرتبون لوبيات، والله تعالوا خلينا نشوف نحطها 10 فرق ولا 8 فرق ولا كم فريق ولا وتعالوا نشوف كم محترف من اللي عند الميزانية، الهيئة بتزيد، مجلس الأمة بيوافق، وتالي يأخذون قراراتهم. أنا طالب من هنا من منصة القبس، الاتحاد يجب عليك أن تضع هذا الأمر، والأندية من خلال الجمعية العمومية لازم تحطون هذا الأمر لثلاث سنوات على الأقل قدام. خلوا الناس تعرف تشتغل، خلونا نعرف إحنا شنو نبي. إحنا كمتابعين لازم نعرف منو بتعاقدون معاه، منو بيدفعوا له. إذا ظلينا على هذا الأمر يا اتحاد تقولون بعدين عطونا فرصة وإحنا جايين من إيقاف، والكلام الفاضي اللي ما له معنى، لأن الخلل فيكم أنتوا، الحكي وايد زايد معاكم، فيفترض إن إحنا نقصره إلى أقصر درجة. فبالتالي شوفوا شغلكم عدل، لأن صد زهقنا.